بحضور ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وتزامنا مع احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المعظم حفظه الله، نظم الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بطولة العيد الوطني لسباق القدرة في قرية البحرين الدولية للقدرة وسط مشاركة بارزة من الإسطبلات والفرسان. كما شهدت البطولة حضور سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وبهذه المناسبة أعرب الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة عن خالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد على متابعة ودعم سموه المتواصل لرياضة القدرة. وأكد الاتحاد أن المشاركة الواسعة التي شهدتها بطولة العيد الوطني للقدرة في كافة السباقات يؤكد الانتعاش الذي تعيشه رياضة القدرة البحرينية والإقبال الواسع من الاسطبلات والفرسان على المشاركة في البطولات التي ينظمها الاتحاد الملكي. وبارك الاتحاد للفرسان الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة مشيدا بعطائهم البارز طوال المراحل ومتمنيا للجميع المزيد من التوفيق والنجاح. هذا وتوج سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة أبطال بطولة العيد الوطني، حيث فاز ثلاثي فريق فيكتوريوس بالمراكز الأولى وهم عثمان عبد الجليل العوضي ومحمد خالد الرويعي وعيسى حميد العنزي.